الله يرفعك، الله يسلمك. اتفضل دكتور معاك اهو. طيب دكتور معاك، دكتور محمد. الو دكتور محمد، ده طبيب الفريق. دكتور محمد اهو، تمام. ازي حضرتك؟ الف الف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك. والله احنا اللي بنديلكم الفوز والكاس النهارده في البطوله لحضرتك والجمهور الاهلي الكبير، والله اللي دعمنا وكان معانا خطوه بخطوه، والحمد لله لحد ما ربنا كرمنا ان شاء الله الحمد لله وخلصنا البطوله الحمد لله. قول لي ظروف البطوله في الناحيه الاحترازيه بقى، والاجراءات اللي عندك كانت مختلفه او مشدده شويه؟ اه الحمد لله، كنا يعني مساحات، كل مساحات يوم ويوم، مواعيد الاكل لكل فرقه تنزل في وقت معين، مفيش فرقه بتتجمع مع بعض في ميعاد الاكل. كل فريق ليه باص معين بيتحرك بيه للملعب، مفيش باصات بنركبها مع بعض، مفيش خروج ولا دخول من الفندق نهائي. كانوا مطبقين نظام البابل، اي حركه في بره اللي هو بالمطقات، الاجراءات الاحترازيه في كل حاجه بنعملها، حتى في يعني حتى في وقت الاكل في كل حاجه. فالحمد لله ربنا كرمنا، والحمد لله كانت على طول مساحاتنا سلبيه، وقدرنا الحمد لله ان احنا نحافظ على اللعيبه والبعثه كلها، والحمد لله ربنا كرمنا وكلنا مجهودنا وتعبنا بالكاس النهارده الحمد لله. البطوله كلها كان فيها اي حالات ايجابيه ولا الحمد لله مشيت كويسه؟ لا لا لا، بالنسبه لنا فرق الرجال كان الحمد لله كلها كويسه، ومفيش اي حالات عندنا الحمد لله. يعني كان لازم طبعا يعني يشغلوك وترجع بقى، ما تشتغلش، لازم يتعور لك في اخر ماتش حد عشان والله يعني انت حضرتك عارف الاصابات بطريقه اللعبه لعبه عنيفه طبعا اللي فيها والحاجات دي، بس بصراحه ما شاء الله يعني الواحد كان فعلا 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 بيتعامل مع رجاله، يعني فكره الراحه ما كانتش موجوده، كان اللعيب شغال جلسات ليل نهار معانا، شغالين على اصاباتهم على طول الحمد لله ربنا كرمنا، يعني بتلعب ماتش اول يوم اول يوم لا يوم اول يوم لا، والبطوله مدتها اسبوعين، طبعا مجهود عضلي رهيب يعني. فالحمد لله فعلا الواحد كان بيتعامل مع رجاله وربنا كرمنا وكلهم فعلا كانوا قد المسؤوليه وعدينا الحمد لله. اصابه محسن ان شاء الله باذن الله تبقى اصابه بسيطه، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدر يرجع ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله باذن الله. يعني يغيب قد ايه محسن يا كابتن؟ والله يعني لسه هو لحد دلوقتي لسه احنا عملنا اشعاعات مبدئيه واحنا هنا، وخدنا قرارنا بالاسفات الاوليه والكبيره اللي هو فيها، لكن هنحتاج طبعا ان شاء الله لما نرجع باذن الله مصر هنعمل اشعاعات مقطعيه وحاجات كده، وبناء عليها هناخد القرار هيبقى فتره غيابه قد ايه والحاجات دي كلها باذن الله، يعني وتاهيل العلاج الطبيعي بعدها، وانت تكون جاهز 100% في الملعب ان شاء الله، وكل ده هيتوقف ان شاء الله لما نرجع ونعمل باقي اشعاعاتنا وتصرفاتنا باذن الله. ان شاء الله ترجعوا بالسلامه، والف الف مبروك يا دكتور. بالمناسبه استاذ ابراهيم، الدكتور بتاعنا ربنا اكرمه في البعثه، ونتيجه الدكتوراه بتاعته كمان طلعت، فيعني عايز اقول لك ان البعثه احتفلت بيه كمان كمان طيب الف مبروك. الحمد لله الحمد لله، وبعثه وشها حلو عليه الحمد لله.